الحديث هنا تتويج أداة الفيصلي، هذه البطولة التي تحمل الرقم 84 منذ تاريخ تأسيسه. وهنا الدرع، درع الاتحاد، درع المئوية في هذه النسخة الفريدة التي لعبت بنظام الدوري المجزأ ومن مرحلة واحدة. وهنا أنس بن ياسين وحاتم عقل، وهنا الصور الجميلة، عبيد السمارني أحد نجوم الفيصلي في هذه المرعبة كانت في هذه البطولة. نتكلم عن هداف البطولة اللاعب يوسف أبو جلبوش وأمين الشناينة برصيد 5 أهداف. نتكلم عن أكثر اللاعبين صناعة للأهداف، كان الأرقام كل الأرقام لمصلحة النادي الفيصلي في هذه البطولة. وعدل تهديفي نتكلم عن 24 هدف، 11 مباراة، يعني هدفين في كل مباراة، معدل عالي، أفضل الأندية دفاعيا النادي الفيصلي. وبالتالي الأرقام كلها لمصلحة الفيصلي. الفيصلي آخر مرة فاز بها ببطولة الدرع لموسمين متتاليين، كان في العام 91 وفي العام 92، أي قبل 32 عام. آخر مرة استطاع أن ينتصر بها النادي الفيصلي بلقبين على التوالي في بطولة الدرع، والبطولة الأخرى أيضا التي تحمل لقبها النادي الفيصلي هي بطولة الدوري، وآخر من حققها بشكل متتالي كان في عام 99 لعام 2004. هذه انتصار على كل الأندية وتعادل مع نادي معان في آخر لقاء، تحصيل 31 نقطة، أقوى دفاع في البطولة وأقوى هجوم. هنا درع البطولة، وهنا نزار الرشدان، لحظات التتويج للنادي الفيصلي الذي يقوده المدير الفني جمال أبو عابد، فهو الرجل والقائد الذي عقد النية على الفوز. جمال أبو عابد لا ينطق كلمة مستحيل، فهو في هذه البطولة قام ببناء فريق نسوره لا تعشق ولا تفهم إلا مصطلح واحد، وهو مصطلح الفوز. جمال أبو عابد، نعم إنه صاحب الكسرة التي لا ترى فيها إلا معنى الفوز المستمر. جماهير النسر الأزرق هنا موجودة وحاضرة، تتويج بلقب البطولة، هذه الأجواء الجميلة قبل الخوض في مباريات السوبر. هنا أمين أحد أبرز اللاعبين، هذه الصورة التذكارية لأمين لقب الدرع، وأحمد أبو شعير أحد نجوم البطولة أيضا. من حر الشوب اشرب رايب يا ولد.